Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah fi hadha liqa' sanatahaddath an Twitter. Zahara al-mawki' fi awail am 2006 kemashru' tatwir bahthi ajratshu syarikah audio al-amrikiyah fi Madinah San Francisco. Bada' al-mawki' fi al-intishar كخدمة جديدة على الساحة في عام 2007 من حيث تقديم التدوينات المصغرة. وفي شهر أبريل 2007 قامت شركة أوديو بفصل الخدمة عن الشركة وتكوين شركة جديدة باسم تويتر. وموقع تويتر من أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم خدمة تدوين المصغر والتي تسمح لمستخدميه بإرسال تغريدات عن حالتهم أو عن أحداث حياتهم أو إبداء آرائهم بحد أقصى 140 حرف للرسالة الواحدة، وذلك مباشرة عن طريق موقع تويتر أو عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة أو SMS أو برامج المحادثة الفورية أو التطبيقات التي يقدمها المطورون مثل فيسبوك وتويتبيرد وتويتر ريفيك وتويل وتويتر فولز. ويمكن للمستخدمين الاشتراك في تويتر بشكل مباشر عن طريق الصفحة الرئيسية للموقع، وبذلك يتكون لديهم ملف شخصي باسم الحساب حيث تظهر آخر التحديثات بترتيب زمني، وتدور التحديثات التي لا تتجاوز 140 حرف. شكرا جزيلا، إن شاء الله نراكم في اللقاء القادم، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.